المجاهدة البطلة السيناوية وداد حجاب، واللي منحها سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات نوط الامتياز بدرجة أولى. بتقول الطبقة الأولى اللي شاركوا في معركة 67 سواء ذكر أو أنثى. طبعا وإحنا لينا جمعية حاليا في العريش اسمها جمعية مجاهدي أبناء سيناء. أنت كنتي سيدة وكنتي آنسة صغيرة في السن، وكنتي متبرعة زي ما قلتي لي أنك كنتي في الصليب الأحمر، صح؟ أنا كنت بداية في سن مبكر جدا، جت 67 كنت مدركة الأمور إلى حد ما، وفتاة صغيرة لكن فاهمة، بس في ريعان شبابي، لكن ما عجبنيش الحال أن أنا أتفرج. ما عندك كم سنة؟ يعني 17. رحت للوالد، قلبه أجمد شوية، قلت يعني أنا لازم أعمل حاجة، مش هقعد أتفرج، وحرام يعني كل واحد يقدر على حاجة يعملها. قال لي طيب عايزة تروحي فين؟ قلت له أروح المستشفى، لأنه أنا اتدربت على الإسعافات الأولية، فأنا أروح أعمل حاجة. وفعلا رحت المستشفى، ما كانتش مستشفى بقى، كانت مجزرة حقيقة، يعني جنودنا وزبطنا والمدنيين وكده مليانة على آخرها يعني. وبصفتك مجاهدة أو مناضلة وكنتي بتساعدي الجنودنا، أكيد لقيتي تعذيب من الجنود الإسرائيليين. هو شوفي ما سابوش حد في حاله، وبعدين في نفوس ضعيفة برضو أحيانا بيكون في كل مكان وفي كل بلد، يعني مش مهم. نفوس ضعيفة إزاي؟ يعني ممكن حد يشوفني وأنا برمي منشورات أو بعمل حاجة وبقعد كده يروح يبلغ، عايز يقبض، فبيبقى فيه. بس حصل فعلا انك اتحطيتي في مواقف. ولما بعتوا لي حضرتك الحاكم العسكري وقاضيه الشرطه رتب، الترابيزه مليانه على اخرها، كلهم رتب كبيره جدا. طبعا حضرتك انا قعدت قدامهم وانا مش عارفه ارد على مين، كل واحد بكلمه، لدرجه في الاخر زنقوا عليا، وطبعا بيتكلموا عبري كتير قوي، وانا درست عبري عن طريق كتاب من العبرية العربية عشان بس أفهم يعني هو بيقول إيه، بيشتمني بالعن، يعني عايز أعرف بيقول لي إيه. فالحقيقة من عارف لغة قوم أمن شرهم، فقعدت فهمت وبقيت أسكت وما كأني مش فاهمة، لأني مش عايزة أقول لهم إن أنا بفهم. دي حاجة. آخر حاجة بقى جه اللي جابني في البوكس بيهددني، بيقول لي أنت بتعرف يجديش شرف البنت العربية بهمة، وأنا طبعا أنسة، وبالنسبه لنا الموضوع ده يعني حياه او موت، واحنا نظام قبلي يعني. فقلت له يعني بص انت لما بتعرف الشرف ابقى اتكلم عنه. ففي الاخر طلعني بره على الباب، جايب لي كلب، الكلاب برتب يعني مش اي كلب، كلب يعني حنك وطوله كده، على اساس انه يعني انا اخاف اكتر يعني. ففعلا الكلب قعد يهوه، فقعد يقول له هو شكت يعني اسكت، فسكت الكلب. قال لي بتعرفي؟ وهو واقف بره عاد هيجيبوا لي عربيه، قال لي روحوني. قلت له لا مش عايز عربيات، انا همشي اروح ماشي. ما قال لي تعرفي العرب ما عندهم ضمير. قلت ما هو لو في ضماير في السوق كنا اشترينا لكل واحد ضمير ولزقناه له في مخه، لكن هم اساسا ما عندهمش ضمير، واللي قال لك ان انا بعمل وبسوي هو اساسا ما عندهش ضمير. المهم اتوفى عبد الناصر، احنا بنحبه صراحة. ليه؟ لانه انا مفيش قدامي غير الراديو، مفيش حاجة اسمها تلفزيون وقتها، فالراديو طول النهار نسمع محمد حسنين هيكل، احمد سعيد، صوت العرب، جلال معوض، الناس. انت كنت متعلقة جدا بعبد الناصر. والزعيم، ولما طلعته يطلع، ولما الناس بتجري يعني، حتى الوفاة جنازة كانت شيء مش عادي. انت الست الوحيدة اللي طلعت في الجنازة مع 99 راجل. تمام. لانه انا رحت الحاكم وكان معايا 9 بنات، اشي موظفة واشي مدرسة واشي طالبة. تمام. رحت الحاكم، مهم قلت له ها، قال هما مش موافقين على غير انت وعلى حسابك. قلت له ماشي. قال معاك فلوس؟ قلت له بحوش من 150 ليره بتدوهم لي وهبدلهم اردني واسافر. بعد فتره بقى تولى محمد انور السادات الرئاسه. وبعدين انت بقى كان دورك ايه في الفتره دي؟ انا بقيت بقى اساعد
في حرب 73. ازاي كل شيء ينفع الجهاز الجهات الامنيه ويستفيد منه البلد ونستفيد منه ونسترد كل ارضنا وندمر خط بارفليف اللي كانوا طول النهار يغنوا بيه ويقولوا مفيش وما هنعملش، يعني دي كانت دي اهم حاجه عندنا. وقت نوط الامتياز بتقولي بدا من الطبقه الاولى من السيد الرئيس انور السادات حضرتك بعد حرب 73 مباشره، لانه طبعا كل التقارير اللي من الجهات الامنيه بتقول انها دي بدات في سن مبكر، عملت 1 2 3 في حرب 67، عملت كمان في 73 كان لها دور كويس يعني شهادتهم. فطبعا سيادة الرئيس قال كل أبناء سيناء اللي هم كان لهم دور ودور إيجابي وبساعد البلد وفعلا سند الجهات الأمنية دول ياخدوا النقط الامتياز من الطبقة الأولى.